أهلا بكم في خبر مفاجئ وعاجل. وحسب موقع كورا ورسميا، محرز سيغيب بصفة شبه مؤكدة عن معسكر المنتخب الوطني المقرر أواخر شهر سبتمبر. قائد الخضر طلب إعفائه من المشاركة في وديتي غينيا ونيجيريا يومي 22 و27. تقارير صحفية أكدت أن هذا القرار هو بمثابة تمهيد لاعتزال محرز دوليا. في ثاني خبر، شيم الجبالي يرفض منتخب الجزائر واختار تونس. هذا ما عنونه موقع التاسعة تي في. بعد أن راجت أخبار في وسائل الإعلام الجزائرية ما فدوى انضمام قائد فريق الأوسط نادي ليون الفرنسي للمنتخب الجزائري، إلا أن شيم الجبالي وهو من أم جزائري وأب تونسي أمضى ليلة البارحة على وثائق انضمامه للمنتخب التونسي دون شروط وفق بلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم، ويكون بالتالي قد خير اللاعب نهائيا تبديل تونس في المحافل الدولية القادمة. لا تنسوا رأيكم في التعليقات حول اعتزال رياض محرز، وشكرا لكم.